اقتراب موعد سباق الفورمولا 1 المثير للجدل والمقرر في شهر أبريل القادم، ارتفعت وتيرة القمع الممنهج لسلطات البحرين ضد المواطنين بغرض كبح جماح التظاهرات اليومية والتي من شأنها تعكير الأجواء لإقامة السباق. غير أن إجراءات السلطات جاءت بنتائج عكسية، فقد أعلنت ثلاث جهات تدعى سرايا الأشتر والمختار والمقاومة الشعبية مسؤوليتها عن تنفيذ أربع عمليات منفصلة استهدفت قوات النظام يوم السبت الماضي. وقد تناقلت مواقع إخبارية أنباء مفادها أن شقيق رئيس الأمن العام طارق الحسن أصيب إصابة حرجة أدت إلى بتر ساقه. من جهتها أعلنت سرايا المقاومة الشعبية تبنيها تفجير سيارة مفخخة أمام مبنى وزارة الداخلية المعروف بالقلعة في قلب العاصمة المنامة، وحذرت القائمين على سباقات الفورمولا 1 من إقامة السباق في البحرين. السرايا قالت بأن هذه العمليات تأتي رداً على اعتداءات قوات النظام على المواطنين ومشاركتها في قتل ما يزيد عن 150 شخصاً بينهم نساء وأطفال وشيوخ، كما أبدت رفضها لإقامة سباقات الفورمولا 1. ارتفاع وتيرة العنف المضاد يؤرق صناع القرار في الإدارة الأمريكية، حيث تستضيف البحرين قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس، ويعزى القلق الأمريكي إلى إمكانية تأثير أعمال العنف على نشاط الأسطول، حيث يقيم حوالي 5000 جندي أمريكي في البحرين. وبحسب المتابعين، تمارس الحكومات الغربية ضغوطا على الجمعيات السياسية المعارضة من أجل إيقاف عمليات العنف المضاد أو كبح جماحها على أقل تقدير، في حين تبرر هذه الحكومات انتهاكات النظام الممنهجة ضد النشطاء والمعارضين. وبدورها تطالب السلطات جمعيات المعارضة بنبذ جميع أشكال العنف قبل الدخول في أي تسوية سياسية.